كتبدا القصه مع واحد الصاط مهيب فحال سميتو اجو، وهو شاد طريق موطور وسط المدينه. فين ما داز الناس كتسلم عليه وكيبان بلي عزيز عليهم وكيبغيوه، ولكن اش كيدير هاد اجو باش ولا معروف في المدينه وكلشي كيبغيه؟ يكون زعما بوليسي؟ لا لا، محامي حتى هي لا، اذا خدام في بنكه؟ ولا اجو معلم في مدرسه عاديه. ولكن الشيء اللي خلاها مشهور وكلشي كيبغيه هو كذاب حقيقي، ترى عنده شي سلوكيات ما كينوضوش الغبره. باقي لي داك صاحبك الكذاب، كاين اللي قال لهم راه كان غيولي محاسب ولكن فضل يكون معلم باش يخرج محاسب. كاين اللي قال لهم تقبل في العسكر ولكن سقط في الشفا واحد كان حلقو تيضرو. والفهمات ترى ما كيتخاضاش، مشى عند الحلاق يفهم، في لاصال تيفهم، في الطوموبيلات كيفهم. خذ لك الساندير وحسن من اللوغان، كتصبر للدق وحاره في العقبه، وهو ما يكسب حتى اركات ديال الخبز. المهم سبع صنايع والرزق ضايع، والبلاصه اللي اصلا كيتخلص باش يفهم فيها اللي هي القسم كينوض واحد يقرا، واحد يكتب في السبوره، والثالث حاضر الباب لا يجي المدير. ما تخاف ما تدهش، هذا غير داك صاحبك ولا استاذ. المهم وكيف ما كنعرفوا اي واحد محبوب عند الناس ضروري ما يكون شي حد ما كيحملوش وديما كيحفر ليه باش يطيحو. هذا باندي العدو اللدود ديال اجو، ولا تقدر تقول الكاره ديالو، حيت اجو ما عرفوش حتى واش كاين. داز ضرب ليه واحد التصويره مريح في البيرو ومشى وراها للمدير وجابو يشوف بلي عطاه غير الكلاس. البرهوش اللي حاضي مع شاف المدير عطى لصاحبنا الاشاره، ديك الساعه كل شد بلاصتو طال المدير لقاهم تيقراو كيبان بلي منساجمين. ديك الساعه ضرب باندي قال لي في عوض ما تبقى حاضي السيد دير في حاله وتحرك البيرو ديالو. دابا غيكون تيبان لكم اجو عايش الحياه السعيده، ولكن لا، صاحبنا فرحان وعاطي ديك الصوره غير قدام الناس، وغير كيطيح الظلام تيقصد البار يبقى يقرقف في القراعي ويندب على زهرو المكعور. صاحبنا كان قراي ديما كيجي من الاوائل، كاع هذوك اللي كانوا موراه مشاو بعيد، ولكن هو جهده ولا استاذ راكب على موطور مخرشش، حيت باه ما فحالوش وما قدرش يخلص عليه باش يدخل لمدارس غاليه ولا يشد بلايص زوينه في الدوله. المشاكل ما حبساتش هنا، فوق هذا الشيء صاحبنا مزوج وحده سميتها نيشا، وبيني وبينك قنبوله. ولكن واخا هكاك تيبان ما عندوش معاه لدرجه قاسمين السرير، نهار كيبات هو في الارض نهار كتبات هي في الارض. السبب اش؟ اجي نديرو فلاش باك قبل 9 شهور باش نعرفوا السبب اش. نيشا من عائله لاباس عليها، كانت كتقرا مزيان مفروحه فرحانه في حياتها. المشكل الوحيد اللي عندها هو كانوا تيجيوها نوبات صرع، ولا كيف ما تنقولوا حنا كيطيحوها المسلمين. ولكن فضل الادويه اللي كتاخذ باش كتعالج منه، و10 سنين هذه ما عاودت جاتها الحاله. في واحد النهار تقدم لها اجو وعطاها هي وعائلتها نفس الانطباع اللي كيعطي للناس، ديك الظرافه الطيبوبه الرزانه. نيشا فرحات بزاف حيت شافت فيه المواصفات ديال فارس احلامها. هذا الفارس زعما ما لقى فين يخيلها قدام داركم. المهم صاحبنا حتى هو عجباتو حيت قاريه بزاف زوينه من عائله لاباس عليها، وهذا الشيء غيعاونو يحافظ على الصوره ديالو اللي كيعطي للناس. تفاهموا العائلات، داروا الخطبه، جا النهار ديال العرس اللي حتى هو داز مزيان، وملي سالاهم مشى صاحبنا يجيب مراته باش يمشيو في حالهم. وهنا غتكون الصدمه، البنت مع الستريس ديال العرس نسات ما شرباتش الدواء، داك الشيء علاج جات هذيك النوبه وبدات كتفركل. اجو شاف داك المنظر بقى مشوكي، سد عليها الباب، دوز الريدو وبقى مسنيهم حتى كالماوها. ديك الساعه ركبوا في الطوموبيل وجدوا الطريق للدار، وهي كتشرح ليه بلي 10 سنين هذه ما وقع عليها هذا الشيء. غيكون هو تيفكر غير شنو غيقول الناس كون جات هذيك النوبه وسط الحفله، ومن كثره ما انه خايف الناس يشوفها في ديك الحاله، من نهار تزوج وهو مبعد عليها وعمرو خرج معاها للزنقه. حاولت بزاف ديال المرات تقرب منه وتحاول تقنعه باللي من نهار العرس ما عاودت جات هذيك النوبه باش يخرجها. قال لها ويلا خرجتك بديك تفرك لي قدام الناس. كي غالبا ديك الساعه نيشا في هذه اللحظه سخطات، جبدتها معاه بواحد المسمنه كان غيعاودها، ولكن قدر يحبس راسه، وهذه هي الحاجه المزيانه فيه. من نهار تزوجوا عمرو عايلها ولا حط على يده، ودابا ملي عرفنا السبب علاش مبعد عليها نرجعوا للوقت الحالي. الصباح طلبات منه يوصلها لدارهم ولكن رفض بحال ديما، هز موطورو وش الطريق للمدرسه ساخط. مع وصل للكلاس سول واحد التلميذ شي سؤال ما كانش عارف الجواب ديالو، قال لي جلس حيت هذا السؤال ما كاينش في الامتحان، ولكن البرهوش كان ضاصر بغى يطلعها عليه وهو يدير ليه ديك ماق. في الاخر ديال النهار غيعرف من واحد الاستاذ بداك الولد اللي ضرب ولد المشرع. صاحبنا سمع هذا الشيء برد ليه الماء في الركابي، طلب من خويا يشوف ليه شي حد يفك من هذه الوحله والو. با حتى وصلنا لصحابو كاملين والو، والنهار الاخر نشوفو هو المشرع في البيرو ديال المدير. عيال المدير ما يرغب عليه حيت كان عزيز عنده، ولكن والو. قال ليه المشرع توقفوا من الخدمه بين ما تجمع لجنه تاديبيه وتشوفوا الصالح يكون استاذ ولا لا، والا فانا اللي غادي نوقفك بين ما نشوف واش تصلح مدير ولا لا. موراها جمع الوقفه وتحرك. هنا صاحبنا حس بلي الصوره ديالو قدام الناس توسخات، وبدا كيفكر يدير شي حاجه باش يقادها مره اخرى. في الليل عرضت عليه مراته تعاونه، ولكن صاحبنا رفض بحال ديما. النهار الاخر تلاقى واحد من التلاميذ ديالو يعرف منه شنو داير في المدرسه، قال لي لغاو لهم الدرس ديال الحرب العالميه وعوضوه بحصه الرياضه. صاحبنا سمع هذا الشيء بان في وجهه بلي طاحت عليه واحد الفكره، وفي العشيه غنشوفوه مع المدير. اول حاجه دخلوا بشويه ديال الدراما. سمع سعاده المدير، انا دابا درت ذنب باش وقفتيني، ولكن الوليدات ما داروا حتى ذنب باش ما يقراوش درس على قدو. داك الشيء علاش في هذا الشهر اللي وقفتيني فيه بين ما تدوز اللجنه غادي نسافر للبلايص اللي وقعت فيهم الحرب باش نشرح للدراري شنو وقع من عين المكان. هكا غيفهموا مزيان، وغتكون اول مدرسه دارت هذا البلان هي مدرستك. المدير وافق على هذا الشيء، وفي العشيه غنشوفو كيقول دارهم على البلان. وقت
اختار عليهم ياخذ مراته تفوش شويه. نيشا والدي حسب لهم حسب الدرم داكشي علاش بغى يديها معاه، ولكن هو في الحقيقه كيدير هذا البلان غير باش يعطيه باه فلوس صفر وباش ياخذ الفيزا على حساب مراته، حيت هي فايت خرجت بزاف ديال المرات برا البلاد. في الليل هو في بيته مشات نيشا عن مقاتو وشكراتو حيت غيديها معاه، وهو يتسيف عليها قال لي راه كندير هادشي غير باش نرجع الصوره والسمعه ديالي قدام الناس، وحتى انت الا كان فيك شويه ديال النفس ما كرهتش تختلقي شي عذر وتبقاي هنا ولا تمشي لداركم حتى نرجع. نيشا مور هاد الهضره تدمرات وبقات غير كتبكي. في الاخير قررت دير مع اخو لعبو. في اللي رجع لقاها كتجمع حوايج سولها فين غاده، قالت لي حتى انا غنمشي لاوروبا وما عندكش الحق تمنعني حيت بجوج مسافرين بفلوس والديك والفيزات انا اللي خرجتهم. بقى صاحبنا غير كيشوف حيت ما لقى باش يجاوبها، والنهار الاخر نشوفهم شادين الطياره. وصلوا على خير وبخير، طلعوا للوطيل اللي غينزلوا فيه. تما دار صاحبنا اول فيديو في الدرس لا يكون عباره على ستوريات، حيلا قلتي طريقه جديده في التدريس، وغيبان بلي جابت النفع حيت في هاد الوقيته غيكونوا كاع التلامذ كيتفرجوا وكيبانوا مستمتعين. النهار الاخر خرج فطر هو ونيشا موراها كلش الطريق حيت اصلا ما باغيش يخرج معاها. صاحبنا هادي اول مره ليه يكون في بلاد اجنبيه، داكشي علاش ما عرف ما يدير. شد اوبر ب 40 دولار مشى لواحد المتحف يوري للدراري الدرس، لقى راسو مخلص زباله فلوس باش يحضر الحفله الموسيقيه قتلته بالملل. موراها مشى يشري الحوايج لقى ما كاين غير 100 دولار وطلع. في المقابل نيشا كانت مستمتعه وكتعرف فين تمشي وكيفاش تتصرف حيت خرجت من البلاد بزاف ديال المرات. في الليل ملي رجعوا للدار وقلب تليفونها وشاف داكشي اللي شرات، عرف هادو وزاد نهار زوين. سولاتو كيدوز هو النهار، في الاول بغى يدير براسو كان مستمتع، ولكن في الاخير عاود لها كاع داكشي اللي وقع وطلب منها النهار الاخر تخرجوا معاها. قالت لي شفتي راه فحال هكا كتكون البنت فاش كتحول لراجلها، ثقافه جديده عادات جداد، وديك الساعه راجلها هو القيد الوحيد ديالها. وقالت لي بلي واخا هو تخلى عليها فاش كانت محتاجاه هي غاده توقف معاه. وبالفعل النهار الاخر خرجاته معاها وراتو بزاف ديال البلايص زوينين، عاونته في الدرس اللي صور للتلامذ، وفي الوقيته اللي كان كيبان كلشي غادي مزيان غيكون المشرع ساخط حيت الناس عاجبهم داكشي اللي كيدير اجو، وكيخطط كيفاش يطيحو حيت ما تسرطاتش ليه يضرب ليه ولده. ولدك هو عباس بنو فرناس باروش راسه مقولب بسرعه الاستاذ كلاس الخا. وفي نفس الوقت مو غتلقى ورقه ديال الطلاق في البلاكار ديال نيشا، وغنعرفوا بلي كانت ناويه تطلب منه الطلاق قبل ما يسافروا. سال صاحبنا البارتي ديال الدرس اللي خاص تكون في فرنسا، والنهار الاخر نشوفوهم في اكبر مقبره في بريطانيا. داروا فيها شويه موراها هبطوا لواحد الشاطئ، تما ضرب على مراته لقاها كتبكي، سولها شو واقع وبقات يضحك. ديك الساعه عطاتو الكاسك حتى هو يسمع، مع دارو في ودنيه بدات مجزره ماتوا فيها الاف الناس. هنا عرف بلي هاد الشاطئ كان رقعه حرب طاحوا فيها شله جوتت. عطى التلاميذ ديالو ملخص على داكشي اللي كان وقع هنا وتحرك يتغدى مع مراته، وهما كيقصيو في واحد الجو زوين واللي عمرها عاشته من نهار تزوجوا. اتصل بخوه قال لي بلي المشرع كيقلب كيفاش يطيحوا. هنا لاحظت مراته بلي وجهه تلون وما بقاش حتى لهي، كان كيفكر يرجع في حاله حيت بان لي هذا الشيء اللي كيدير ما غايجيب حتى نتيجه، ولكن دخلت مراته وقدرت تقنعو يكمل الرحله ديالو ويستمتع بيها ويخلي اللي بغى يطرى يطرى. شدوا الطريق لامستردام، وصلوا للوطيل اللي جلسوا فيه، بغاو يطلعوا لقاو لاسونسور خاسر. ديك الساعه طاح الشنطه ديالو لمراته طلعها، وهو طلع الشنطه ديالها حيت كانوا تقال. موراه طيبات العشاء تعشاو بجوج، وغيبان بلي هذه الرحله كتنفعهم وبداو تيوليو قراب اكثر من الاول. النهار الاخر مشاو يستكشفوا واحد المنزل كيتسمى منزل ان فرانك. في الوقيته اللي كان هتلر كيصفي اليهود كانت ان وعائلته مخبعين في هذا المنزل، والدليل كيسرك لهم وكيشرح ليهم. كانت نيشا كترجم الاجو حيت ما كيفهمش اللهجه ديالهم، وهو بدوره كيدير ستوريات للتلامذ ديالو وكيشرح لهم الدرس. في العشيه باش يشكر على هادشي اللي كدير معاه مشى شرا لها واحد اللبسه وخذها لواحد الريستو. واش غنقول لك الحاج ماطيش، قولوا لي انتوما في كومونتير. هادي كل قاشي مغربي واخا يكونوا فيها الجنون ديال الدنيا والدين، خرجوا لقاو شي وحدين عاطينا الشطيح وردي نشطوا معاهم حتى هما. التلامذ شافوا داك الفيديو، والنهار الاخر اتصل بخو قال لي بلي داك الفيديو اللي كان تيشطح فيه هو سكرات تنشر في المدينه كامله، وبسبب هادشي جوج دراري تحيدوا لهم التليفونات. صاحبنا سمع هادشي سخط، ومن بعد ما كانت الامور بينه وبين مراته غاده مزيان مشى كبتها معاه حيت هي اللي حطت داك الفيديو. سمع الهضره مزيان وقال لها شي هضره اخرى جرحاتها. هنا صافي جاتو من التالي، قالت لي بلي موجوده الوراق ديال الطلاق وغير يرجعوا من هنا ما غاديتش معها الدقيقه. موراها مشات تجمع حوايجها، وصاحبنا كيدور في الزنقه ونادم على هادشي اللي دار معاه. داز على واحد الباركينغ قرا اللافته اللي معلقين فيه وعرف بلي هاد البلاصه هي اللي مات فيها هتلر. شخص رول العالم نورمال خاص يديروا ليه شي متحف في البلاصه اللي مات فيها، داروا فيه موقف ديال الطوموبيلات حيت كان شخص اناني كيبغي راسو ومستعد يصفي لاي واحد على ود الصوره ديالو، وفي الاخير مات بلا صوره. هنا عرف صاحبنا بلي الناس الحقيقيين اللي خاص ياخذوا عليه صوره زوينه هما مراته وعائلته. ديك الساعه مشى كيجري للوطيل لقى نيشا يلا خارجه، طلب منها السماحه قنعات بقى 3 ايام اخرى ووعدها بلي مور ما تسالي هذه المده غيكون كلشي تصلح. بالفعل وافقات، قصدوا بلايص اخرين يشوفوهم، وفي نفس الوقت كان مازال تيقدم الدروس للتلامذ ديالو. نمشيو للمدرسه اللي كيقري فيها، جمع المشرع التلامذ سولهم كي جاهم المنهج الجديد اللي كيعلمهم به الاستاذ اجو. ناض واحد قال لهم مزيان وعاجبنا الحال، قال لهم عاجبكم الحال اذا غتكونوا موجودين الاختبار مفاجئ. موراها فرق عليهم وراق فيهم اسئله في درس الحرب العالميه اللي سافر اجو حتى للبلايص اللي وقعت فيهم باش يشرح ليهم، وهما كيستكشفوا واحد البلاصه كان هتلر كيقتل فيها السجناء بالمبيدات. نيشا اثر فيها داك الشيء وهي تجانا وبا ديال الصراع وبدات كتفركل. صاحبنا كيشوف الناس مجموعين عليها هي في ديك الحاله، في الاول بقى غير مصدوم، ولكن في الاخير مشى كيجري يعاونها حيت اقتنع باللي مراته
خاصو هذيك وخاصو يتقبلها بالعيوب ديالها. نيشا مور ما فاقت ولقات وحدها بقات حتى هي غير مصدومه، حيت ما توقعاتش يكون تبدلها الدرجه. خداها لواحد القهوه، عطاها شربات، دار لها التلج في راسها، وبقى كل مره كيسولها كيف بقات. من بعد ايام غنشوفهم راجعين للدار هما مصالحين، وكل واحد فيهم متقبل العيوب ديال الاخر. والديهم اللي شافوهم هكاك حتى هما كانوا غيطيروا بالفرحه. تعشاو ونعسوا، والنهار الاخر نشوفوا صاحبنا مع اللجنه اللي غتقرر المصير ديالو. اجو مع نفسو حاره، عطاهم الاستقاله ديالو قبل ما يطردوه. موراها جمع الوقفه وبقى خارج. هنا بدا المدير كيقول لي النقط اللي جابوا الطلاب ديالو في الاختبار المفاجئ، وكانوا نقاط طالعه بزاف، الشيء اللي كيعني بلي الطريقه اللي ابتكر في التدريس نجحات. موراها قطع المشرع الاستقاله اللي عطاه، وقال لي بلي ما يقدرش يقبل ان استاذ واعر فحالو يمشي من المدرسه. صاحبنا سمع هادشي فرح بزاف، خرج من تما لقى التلاميذ ديالو ومراته مسنيينو باش يباركوا ليه. موراها زمعها مراته تحرك من تما فرحان. من بعد نفهم بلي السعاده الحقيقيه كتجي ملي كتقدر داكشي اللي عندك وتنسى الشيء الاخر اللي عند الناس، حيت اللي عنده بيكارات يحلم يولي عنده موتور، مول الموتور تيحلم بالطوموبيل، وهي غاده اي حلم ماشي ما تحلمش. ولكن في نفس الوقت حاول تستمتع بداكشي اللي عندك بين ما يجي داكشي اللي كتحلم به. وحتى لهنا غنكون وصلنا لنهايه القصه. الى عجبتكم ما تنساوش لايك، كومنت، سبسكرايب، وبارطاجي مع اصحابك. هذه انستغرام ديالي، كان معكم يوسف، تلاقاو في فيديو جاي. بيس.